أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. يبحث رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عددا من القضايا الفلسطينية الهامة، وذلك خلال لقائه مع الوزيرة الأمريكية في مدينة القدس. وقال الدكتور غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي أن اللقاء سيتناول العديد من الملفات الهامة على رأسها الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في مجال البناء الاستيطاني وما تمارسه إسرائيل من سياسات تعسفية في القدس والمناطق المصنفة جيم. قال مسؤول إسرائيلي إن عائلات فلسطينية من غزة دخلت إسرائيل لزيارة ذويها المحتجزين لأول مرة منذ 5 سنوات، وتأتي هذه الزيارة ضمن اتفاق تم التوصل إليه بوساطة مصرية بين الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية في 14 من شهر أيار، بعد إضراب عن الطعام نفذه الأسرى واستمر 28 يوما، كما تقول جمعية واعد للأسرى في غزة. قال مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم جهاد زكارنة إن موعد الإعلان الرسمي لنتائج الثانوية العامة سيتم في الفترة الواقعة بين 18 و24 من الشهر الجاري كحد أقصى. وأوضح زكارنة في حديث صحفي أن إجراءات التدقيق والتصحيح منتهية، إلا أن أمور أخرى كإخراج الكشوفات للمدارس وتدقيق الأسماء وأرقام الجلوس ستأخذ هذا الوقت الإضافي. في موضوع آخر، خلال مشاركته في فعالية نسوية عقدت في فندق السيزر بمدينة رام الله تحت عنوان سيدات أعمال رياديات، أكد الدكتور صبري صيدا مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في المستقبل ستحصل عليه امرأة، في إشارة منه إلى تميز المرأة الفلسطينية وإبداعها في كافة المجالات التي شغلتها. كما أشار صيدم إلى أنه جاري العمل على توفير فرص لدخول المرأة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير واقعها ودمجها أكثر في المجتمع. عبر متحدثون في مؤتمر صحفي اليوم عن رفضهم واستهجانهم تعطيل حماس لتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، ما مثل بالنسبة لهم التفافا على المصالحة الفلسطينية ورفضا للمشاركة مع الآخر وخشية لصندوق الانتخاب. جاء ذلك خلال برنامج واجه الصحافة الذي تنظمه وزارة الإعلام، واستضاف فيه الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر إبراهيم والأمين العام لاتحاد المعلمين محمد صوان. ونختم الموجز بهذا الخبر. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يستمر الجو حارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.